بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في الإي كوميرس، المتجر الإلكتروني بتاعنا اللي احنا بدأنا نعمله في بلاي ليست خاصة بالإي كوميرس باستخدام الفريم وورك لارافيل. النهاردة هنتكلم عن تنظيم العمل أكتر في الداشبورد الخاصة بالأدمن، الى جانب ان احنا هنعمل الهوم بيج اللي احنا المفروض اول ما ندخل على المتجر الالكتروني يفتح لنا الهوم بيج بتاعنا. تمام، طبعا عشان ننسق صفحة او الداشبورد الخاصة بالادمن هنعمل الاول كنترولر خاص بالصفحة ديت. تمام، عشان طبعا مش هينفع ان احنا نخليها في الفيو بس، او نخليها ان هي تفتح عن طريق الراوت الخاص بالفيو، لا احنا لازم نعمل لها كنترول عشان نقدر نتحكم فيها. بعد كده نقدر ان احنا نعمل مثلا لو احنا عايزين نعمل نجيب مثلا توتال الاوردر او توتال مثلا الكستومر اللي موجودين عندنا على الداشبورد او كده، نقدر نجيبهم عن طريق الكنترول فيما بعد. طبعا هنروح للمشروع بتاعنا. اول حاجه هنروح للاب HTTP controller، وهنا عندنا الكنترولر بتاعنا. المفروض ان احنا هننشئ هنا فولدر خاص بالادمن، وهنعمل فيه الداشبورد كنترولر عشان نقدر ان احنا نعمل فيها الراوت فيما بعد في الراوتات، عشان نقدر ان احنا نخش على الراوت الخاص بالداشبورد. فهنروح ل التيرمينال، هنعمل PHP artisan make controller والكنترولر هنسميه، او الاول هنحطه في الدايركتوري. هنبدأ نعمل المسار بتاع الكنترولر، هنقول له هتنشئ لنا فولدر اسمه ادمن، سلاش، وتحط في الفولدر ده تعمل داش داشبورد كنترولر. وادخلها لنا من نوع ريسورس. تمام، هو كده انشأ الكنترولر بكل نجاح. هنروح هنا ادي الفولدر اللي نشأه، وجواه الداشبورد الخاصة بالكنترول. طيب هنا صفحة الاندكس هنقول له ريتير فيو والفيو بتاعنا المفروض ان احنا هنعرض الداشبورد. في هنقول له الداشبورد، وهنا هنحط سيمي كولون، وهنسيف ونروح للراوت بقى بتاعنا. ادي الراوت، ادي الويب، وهنا طبعا الراوت ده احنا كده خلاص مش محتاجينه، نعمل له كومنت بعد كده. هنا هنقول له راوت هيكون من نوع ريسورس، وهنا هنبدأ نحط اللي هو السلاش داشبورد
وهنا نبدأ نستدعي الكنترولر بتاعنا اللي هو داش بورد كنترولر كلاس، وهنا نقفله بالسيمي كولون، تمام، ونسيف ونروح نشوف. او ممكن تسميه كمان، يعني انت ممكن تعمل له تسمية احسن عشان يعرف ان انت بتعمل راوت خاص بالداشبورد. هنقول له نيم. وهنا يا جماعة بيحتاج 2 بارامتر، بيحتاج الميثود اللي هو فيها الاسم الكنترولر عشان انت تستخدم النوع ريسورس، تمام. والاسم اللي انت هتسميه، يبقى اول حاجة هو المثل بتاعته اللي هي الاندكس، وهنا الاسم بتاعها هنسميها داشبورد. ونسيف ونروح نشوف، نعمل ريفرش، تمام، نفس الحاجة، يعني ما تغيرش اي حاجة، المسار زي ما هو، طلع لناش ايرور، ما طلع لناش حاجة. فكده الحمد لله عملنا الروت، عملنا الكنترول بكل نجاح، تمام. طبعا انت كده ممكن تشيل ده خلاص، طب ما عادش محتاجه. وهنا ممكن كمان يعني تسمي او تخلي الميدل وير من نوع اوث، عشان ما ينفعش ان هو اي حد يدخل على الداشبورد كده الا اللي يكون من نوع اوزنتيكيشن. يعني تقول له كده هنا ميدل وير، والميدل وير ده هيكون من نوع اري. الاري هتاخد 2 بارامتر، الاوث وهيكون verification، يعني أمين متأكد يعني. verified ونسيف. وهنا ما عادش بنستخدم الكنترولر ده خلاص، الرد ده كده خلاص ونسيف. طبعا فيما بعد احنا هنعمل هنا كمان في الروتات يا جماعة، هنعمل حاجة خاصة بالأدمن، ده الويب، تمام، وهنعمل حاجة خاصة بالأدمن وحاجة خاصة بالكوستومر. طيب نبدأ نعمل بقى صفحة الهوم بيج بتاعتنا. احنا طبعا لو احنا طلعنا هنا كده عملنا لوك اوت، طبعا ديت المفروض ان احنا ديت الهوم بيج، تمام، اللي احنا هنبدأ نعدل عليها. هنا في الريسورس في الفيو هنبدأ ننشئ هنا فولدر جديد، هنقول له نيو فولدر، هنسميه هوم. والهوم طبعا زي ما احنا متفقين احنا مجهزين الاكواد، تمام، عشان ما ناخدش وقت، فهناخدها كوبي من المشروع او اللي احنا بنشتغل عليه قبل المحاضرة. ادي الفولدر، هنا هنحطه لي اوت، هنجي ناخد الصفحة بتاعتنا ديت دي كلها،
تمام كده يا جماعة، احنا كده عملنا بس كوبي وبيست هنا في بالنسبة للصفحات ديت. فهنبدأ ننسقها طبعا. هنجيب بس الملفات اللي في البابليك ادي تمب هنحطها في البابليك. هنبدأ بقى نشوف اللي اوت ونتفرج عليه. طبعا دي الفوتر هنا طبعا احنا مش عاملين فيها اي حاجة، يعني ممكن تعدل فيها، ممكن تحط الايميل بقى ويعني تجيبه يعني بطريقة كده احترافية، بحيث ان الراجل الفاتح عن طريق الاوث يعني الراجل الفاتح يعرض له الايميل هنا في الفوتر. تمام. الى جانب ان انت ممكن تعمل بقى شغل جامد او احترافي في الفوتر فيما بعد ممكن نعمله ان شاء الله. فدلوقتي مش وقت يعني المحاضرة ان احنا نعمل فيها الفوتر. تمام. الهيد هنا الهيد بقى فيها شغل. طبعا الراوتات دي كلها ممكن تطلع معانا ايرور لان الراوتات دي كلها مش موجودة، فاحنا ناخدها نعملها كومنت. بعد كده ده كومنت وهنا نظام بقى الاوثنتيكيشن اللي هو اللوجن والريجستر اللي هو هيظهر لنا في التابة اللي هي فوق في البوتن. تمام. هنا نبدأ نسيف هنشوف السايد بار. طبعا لسه برضو ما عملناش الهوم. وهنا كذلك هنسيف. هنبدأ نعمل الكنترولر الخاص بال الهوم بيج. هنا هنقول له بي اتش بي ارتيزن ميك كنترولر وهنا هنسمي الكنترولر. الاول هنحدد المسار بتاعه، هنقول له هتعمل لنا فولدر اسمه هوم سلاش وهتعمل لنا هوم كنترولر. وهتخليه من نوع ريسورس. تمام. هو كده عمل فولدر جديد اهوت وعمل فيه الهوم كنترولر. وهنا هنقول له ريتير فيو تمام. هنا بقى نشوف الفيو بتاعنا اللي احنا عايزين نرجعه. المفروض صفحة الهوم هنا هنرجع الأول صفحة الاندكس، هنقول له return اللي هو home dot index.
هنسيف، وبعد كده هنا هنبدأ نروح في الروت. من نوع ريسورس وهنا نسميه سلاش هوم، وهنا هنجيب الروت بتاع الكنترولر بتاعنا اللي هو سميناه هوم كنترولر. وهنا ممكن تسميه نيم، وهنا تاخد 2 باراميتر الانتكس، وهنا هتسميها هوم. وهنا طبعا هنا بقى طبعا هنوقف الروت الخاص بالويلكم ده، تمام. ودي الهوم بيج اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا دي هوم بيج بس بسيطة، ان شاء الله هنبدأ نعدل فيها ونبدأ ان احنا نعمل فيها اكواد جميلة يعني ان شاء الله، ونعمل فيها شغل احترافي. ده كان موضوع المحاضرة بتاعنا عشان ما نطولش المحاضرة، وان شاء الله نلقاكم في المحاضرات القادمة.